إنها الثانية بعد الظهر بتوقيت القدس الشريف. اليوم هو الاثنين الحادي عشر من حزيران يونيو من عام 2012. مشاهدين المحترمين، باسم جميع زميلاتي وزملائي وباسمي نعلن إطلاق قناة الميادين الفضائية الإخبارية. 5 سنوات مرت ولا تزال الميادين على العهد الأول مع مشاهديها. لا تنطلق الميادين في مقابل أحد، ولن تكون أبداً أداة لحروب أهلية أو شريكاً في سفك الدماء. قد تكون الدماء هي كلمة المفتاح لتعريف السنوات الخمس الماضية، فالحروب انتشرت وتوسعت والإرهاب تطور وكبر، فيما الميادين ومنذ تأسيسها تابعت وواكبت ووثقت هزيمة الإرهاب في كل مكان. العراقية على أماكن تواجد مسلح، نحن شهداء أحياء. التعامل معها ويتم قصفها الآن، يتم قصفها. الله، قد تم تفجير هذه السيارة المفخرة. نرجو أن يكون الزملاء بخير الآن. هذه الوضعية لأننا نشرف على كلية التسليح بشكل مباشر، يمكن أن نحرك الكاميرا باتجاه كلية التسليح. نسمع الآن أصوات إطلاق النار وتبادل القصف المدفعي وأيضا بالقذائف الكاتيوشا. قادرون على المواجهة وتغيير المعادلات على الأرض. المعارك هنا لم تتوقف، لكن وتيرتها تختلف بحسب الدعم الإسرائيلي للمجموعات المسلحة وصولا إلى الحدود السورية. الزميلة هناء هي بعد الشريط الشائك الذي يفصل الجولانين المحتل والمحرر. ساعة الميادين موصولة لتوقيت القدس الشريف. بقي توقيتنا مضبوطا نحو القدس، لم يحد ولم يتغير رغم الترهيب والاستهداف. هذه الحروق التي أصبت بها نتيجة إلقاء قنبلة صوت مباشرة على طاقمنا الصحفي. 5 سنوات لم تجامل الميادين احتلالا أو إرهاب، انطلقت من ثقافة الحوار لتصل إلى كل بلدان العالم وتصبح مرجعا للإعلام العالمي. ولأننا نؤمن بالانفتاح بين الشعوب، مدت الميادين يدها للتعاون، فكانت اتفاقيات متبادلة في روسيا وكوبا وفنزويلا وأرمينيا وغيرها من دول العالم، إلى جانب إصرار قناة الواقع كما هو على تكريم أبطال صنعوا واقعا مشرفا للأمة وللإنسانية. حين نكرم فيدال كاسترو فهذا يتناغم كليا مع هوية قناة الميادين وسياساتها. وتكمل الميادين مشوارها ثابتة الخطى واضحة المسار بكلمة سر واحدة لا تتغير: يا رب يا رب.